السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم مع بعض عن Practice Test 4B للصف الثالث ثانوي، ونبدأ مع بعض بالجملة الأولى. معلش سامحوني، أنا حالل عشان ما أخدش وقت كبير في إن أنا أفضل أعمل في الدوائر. Choose a correct answer. I've got a good idea. عندي فكرة جميلة. Why don't we play tennis this afternoon? هي دي الفكرة بقى. إيه رأيك لما نلعب تنس النهاردة؟ طبعاً point يعني نقطة، ideal بمعنى شيء مثالي، choice يعني اختيار. ما يكون فيش قدامي إلا that's a good idea. وائل had never been on a plane before. He flew to Amman. لاحظتوا طبعاً قاعدة before عادية خالص، بعدها هو flew الماضي من fly flew، وقبلها لازم يبقى ماضي تام اللي هو had will be be. وائل had never been، يبقى had will be من verb to be اللي هو been، يبقى ما ينفعش never ولا has ولا will. أحمد wants to be like his grandfather، عايز يبقى زي جده. Who had been a big influence on him، واللي كان ليه تأثير كبير جدا عليه. Individual يعني فرد، ورول قانون أو يحكم كفعل، وinfluence التأثير، وidea يعني فكرة. يبقى طبعا جده كان ليه تأثير كبير عليه. We had to stand on the bus، كان يعني مضطرين نقف في الباص. Because every seat، كل كرسي was taken. لاحظوا كلمة seat هنا مفرد، was في المفرد، يبقى أنا محتاج every seat. لو قلت all يبقى هقول all seats، لو قلت both هقول both seats، وهقول طبعا where، وكذلك هقول where. إذا محتاجة إما اختيار يا إما محتاجة كلمة or، فالاثنين مش موجود. The children didn't like the wind، الأطفال ما عجبهمش وما حبوش الرياح. The children didn't let the wind stop their لم يدعوا الرياح ان يتوقف their enjoyment المتعة بتاعتهم of the picnic بتاعة الفسحة. Joyful يعني طبعا مرح او طبعا adjective للشخص. Enjoyable شيء مريح. وjoyless طبعا ده العكس بقى، joylessness يعني حاجة غير مريحة وغير مريحة. My parents had me tidy my room before I could go out this weekend. يبقى جعلوني وغصبوا عليا ان انا افعل كده قبل ما اخرج. طبعا ما فيش حاجة اسمها my parents had got me. Got me to، يبقى المفروض هنا لو انا هاخدها يبقى المفروض كان في to هنا، ما فيش to. Was getting ما ينفعش. The information in this report، المعلومات اللي في المقالة دي أو في التقرير ده is very old، قديمة جدا. Please can you update it، هل ممكن لو سمحت إن أنت تحدثها، لأنه قال لي إن هي قديمة. Look، خدوا بالكم من كلمة look، طالما في look يبقى حاجة بتحصل دلوقتي، مضارع مستمر. يبقى معنى كده إن be و دي اللي هي where الاثنين من دول ما ينفعوش، يا إما are drawing يا إما are being drawn. طب نشوف أيهما بقى. بيقول لي look some flowers، بعض الورود، هل هي اللي are drawing قاعدة بترسم ولا are being drawn مبنية المجهول يعني by those children. يعني المفروض أقول those children are drawing some flowers، فلما حولها حول some flowers are being drawn. Okay. Number 9. You will really like this book. هتحب الكتاب ده جدا. The story is terrific. Terrific دي يعني wonderful أو amazing، رائعة. بينما terrible يعني فظيعة. Horrible برضو نفس الشيء، مخيفة أو فظيعة. Capable قادر. Capable of دايما اللي هو قادر على فعل حاجة. محمد told me، أخبرني that he had had a busy morning، إنه الصباح بتاعه كان زحمة جدا ومشغول جدا. ليه هنا خدنا told؟ أولا نمسك said. said لازم said to me، مفيش to يبقى منفعش said. explained برضو محمد explained to me، مفيش to برضو. admitted اعترف، admitted that، وتيجي بعدها الحاجة اللي هو اعترف بيها.
يبقى مش محتاجة مني. خالد has an appointment، كان عنده موعد to see the doctor عشان يشوف الدكتور at 4 o'clock الساعة 4. Application يعني يقدم وظيفة، activity نشاط، وapplicant الشخص نفسه اللي بيقدم للعمل. أنا بقول هنا خالد has عنده يملك an appointment to see the doctor. إيمان said that the masks، إيمان قالت إن، خد بالكوا said في الماضي، قالت إن دمشق is the capital of Syria، هي عاصمة سوريا. الكلام ده حقيقي، ما ينفعش أقول مثلا was يعني كانت عاصمة سوريا دلوقتي أصبحت حاجة تانية، يبقى لازم الحقائق كلها في المضارع البسيط. وغير كده هو هنا جاب لي حاجة مختلفة خالص، ما ينفعش أقول دمشق be ولا had ولا is being، لأن قلنا دايما is ما يجيش بعدها being. The company hopes، يبقى الشركة بتأمل that its new product، إن المنتج الجديد بتاعها will sell very well، هيبيع كويس. Production الإنتاج نفسه، productive دي الصفة، وproducer المنتج كشخص اللي هو الagent noun. كريم promised that، وعد إن he would phone. لاحظتوا في promised في الماضي وفي that، يبقى الكلام هنا لازم في الماضي، يبقى معنى كده will ما تنفعش. طب ليه ما قلتش مثلا ما انا عندي هنا في فوند في الماضي وهاد فوند في الماضي التام؟ ما تنسوش في كلمة next، next morning اليوم القادم، يبقى لازم مستقبل، يعني المفروض يبقى will، بس will وداخل الأقواس طالما في that، يبقى will بتتحول لود عشان تعبر عن المستقبل. كريم promised that he would phone، انه كان سوف يتصل علينا the next morning الصباح التالي. منال لو شلنا next morning، صحيح لو شلنا next morning نقول لها yesterday مثلا، كانت ساعتها هتبقى had phoned، لان في phoned وفي had phoned، فيفضل الماضي التام. منال can speak very good English، بتتكلم English رائعة، but she is not fluent، لكنها ليست لبقة. لو قلنا fleet اللي هو عبارة عن اسطول، flat شقة، وفلش يعني غبي او احمق. هلا asked علا، سألت علا what she would do. احنا اتفقنا لو هنا في الاندايركت جالي أداة استفهام زي what او where، خدناها قبل كده where، فلازم يجي بعدها الفاعل what she would do. ما ينفعش اقول what will، ما ينفعش اقول what would، ما ينفعش اقول لا ممكن اقول what she، لكن تعال نشوف asked بره في الماضي، فلذلك لازم اقول she would في جوه في الماضي، ما ينفعش اقول what she will في المستقبل، يبقى جوه will وبره asked ما تنفعش. There was a dust storm، عاصفة ترابية، ولا draft اللي هو عبارة عن ايه جفاف، ولا rain مطر، ولا downpour هطول امطار this morning. اوكي and ما تنسوش كلمة ال مفرد، rain ما هيش مفرد، فما تنسعش لازم اقول downpour. And many of the roads flooded، والعديد من الطرق اصبحت مليئة بالايه بالمية. هشام asked me if I walked to school، سألني اذا انا كنت مشيت للمدرسة. وذر دي بمعنى الطقس، مش وذر اللي يسوي if، وذات ما بتجيش مع asked، وديد ما ينفعش اقولها كده الا اذا كان في اقواس. The teacher was angry، يبقى المدرس كان غضبان جدا، because two boys were talking throughout، على طول او في خلال الحصة، يعني المدرس كان معصب وزعلان لان طالبين قاعدين بيتكلم طول الحصة. without يعني بدون، after بعد، along على طول، throughout يعني خلال. مريم asked me، مريم سألتني whether هي if we should go، سكان يجب ان احنا نذهب to the park. كان الجملة دي لسه قايلينها في الامتحان اللي فات. شال طبعا ما تنفعش عشان في asked في الماضي، يبقى لازم اقول ماضي، يبقى شال will ما ينفعش. اتفقنا وانت، قلت لكم قبل كده وانت في الماضي كانت ممكن تمشي كزمن، لكن ما تمشيش في المعنى. مريم سألتني اذا كان احنا يجب ان نذهب للحديقة،
لسه هتستأذن، هم ما راحوش لسه. اوكي لا يعني جمعنا هنا ما تنفعش معاها. وانت my little sister is very good at making up stories، في اختراع القصص. they are very funny، والقصص اللي بتخترعها جميلة. making up معنى invent. The teacher wanted to know، يبقى المدرس كان عايز يعرف which exams، اي الامتحانات I had passed اللي انا نجحت فيها وخلاص. اوكي ليه هنا مثلا ما قلناش have ولا am؟ I wanted to know which exams I had passed، يبقى انا حصلت قبل ما المدرس كان عايز يعرف، يبقى انا نجحت وخلاص فيها. يبقى الكلام هنا في الماضي فما تنفعش have و am. passed و had يبقى على طول افضل الماضي التاني، ما افضلش الماضي البسيط. it was hard to climb the mountain، كان صعب جدا ان انا اتسلق الجبل. but it was worthwhile، يستحق هذا العناء. the views، المنظر from the top were amazing. ننفعش worth يساوي while، بينما worthless عديم القيمة بدون أي سعر. I wanted to know، يبقى أنا كنت عايز أعرف the name of my friend's cousin، اسم ابن عمي. inquired يعني asked سأل، wondered يتساءل، وdid told أسف بمعنى يخبر. Madden has had a promotion، جاله ترقية. he is now the manager، ودلوقتي أصبح المدير of the shop، بتاع المحل. where he was an assistant، حيث كان يعمل كمساعد أو كموظف. the ship's captain، كابتن السفينة، ordered the sailors، أمر the sailors to work، يبقى ordered لازم تيجي بعدها to، هو أمرهم to work harder، إن هم يشتغلوا أقوى من كده. it's خلود's first day، أول يوم لخلود studying science، بتدرس العلوم at university في الجامعة، يعني لسه رايح الجامعة أول يوم. so she needs to find، لذلك محتاجة تعرف أو تلاقي the science إيه؟ development، طبعا الإجابة الصحيحة department، science department هو قسم العلوم. development تطور أو تقدم. employment العمالة أو العمل وظيفة. enjoyment المتعة، طبعا هي department يعني قسم. my friends suggested، يبقى أصدقائي اقترحوا، يجي بعدها الفعل هاي إن جي هنا، suggested going، اقترحوا الذهاب to the sports club، النادي، after school. if you have a headache، لو أنت عندك صداع، you should get some medicine from the، يجب أن تروح تجيب بعض الدواء من هو من اللي بيبيع هنا دواء، طبعا pharmacy، صيدلية أو chemist، لكن biologist من عند البيولوجي، لا من عند فلورست بتاع الورود، لا من عند الكيميكالز المواد الكيميائية، لا طبعا. the teacher warned the students، المدرس حذر الطلبة not to waste time، ألا يضيعون الوقت. طبعا ده order أمر لكنه negative، بنستخدم not to. ندخل على القطعة ونشوف، بيقول لك دي أمال، عزيزتي أمال، in your last email، في الإيميل الأخير اللي أنت بعته لي، you told me about your aunt، حكيت لي عن عمتك. I'm very impressed، أنا منبهر جدا، that she is going to get a degree in law، إن هي سوف تحصل على ليسانس في الحقوق أو في القانون. now that her children have left home، وأولادها كبروا وسابوا البيت، يعني معنى كده إن هي ست كبيرة. you asked me، انت سألتيني، if I knew، لو انا كنت اعرف anyone else، اي حد اخر، who had studied، درس، when they were older، لما وهم كبار في السن. I don't know anyone، الحقيقة ما اعرفش حد، but I heard، لكن سمعت، about an amazing woman، قصة امرأة مذهلة، in a report، في مقالة، on the radio، في الراديو، او تقرير في الراديو. the report said، التقرير كان بيقول ان في ست had started primary school، بدأت تدرس مدرسة الابتدائية، at the age of 90، وهي عندها 90 سنة. the woman whose name is Priscilla Cetini، اسمها Priscilla Cetini، lives in rural village، عايشة في قرية فلاحين كده، in Kenya، في كينيا.
when she was younger, لما كانت صغيرة في السن, she was not able, لم تكن قادرة to go to school. She worked for 65 years. فضلت شغالة 65 سنة as a nurse. كممرضة. على الرغم من كده, she was good at her job. كانت رائعة في وظيفتها. She never learned, ما تعلمتش أبدا to read, إنها تقرا or write, أو تكتب في خلال 65 سنة. In 2003, the government of Kenya, حكومة كينيا, قالت that primary school, إن المدرسة الابتدائي, would be free, هتبقى ببلاش, for everyone for the first time, لأول مرة من سنين. Priscilla wanted to learn, to learn to read and write, كانت نفسها تتعلم تقرا وتكتب, and decided to go to the primary school with six of her great-great-grandchildren. قررت تروح المدرسة الابتدائية تتعلم تقرا وتكتب مع أحفاد أحفادها. She said that it was never too late to learn new skills. إن الواحد كان ممكن يتعلم وهو كبير. مفيش حد سن للتعلم. And she wanted to inspire. كانت عايزة تلهم other adults, الشباب, to do the same. هم يعملوا نفس الشيء, يروحوا يتعلموا. Now she's learning math, بدأت تتعلم دلوقتي رياضيات, English, إنجليزي and PE, وألعاب رياضية تجري. She wears the same blue and green uniform, لابسة نفس الزي الأخضر والأزرق as her fellow pupils, زي الأطفال الصغيرين بتوع الابتدائي. The head teacher, المدير of the school بتاع المدرسة, بيقول إن Priscilla was loved by every pupil, كل الطلبة بتحبها, and that they all wanted to learn and play with her. نفسهم يتعلموا ويلعبوا معها. At break, في الفسحة بقى, she tells the other pupils about the customs that she grew up with. تحكي لهم عن العادات والتقاليد اللي هي كبرت عليها. At the end of this report, في نهاية التقرير اللي سمعته ده, Priscilla added that she wanted to tell the world's children, نفسها تقول لأطفال العالم, that with education, إن بالتعليم, they could be whatever they wanted, هيحققوا كل اللي نفسهم فيه. She is certainly a remarkable woman, هي فعلا امرأة يعني خارقة للطبيعة, رائعة. Best wishes, أفضل التمنيات, عزة. Why is Asa impressed by Amal's aunt? ليه حسنة عجبها جدا جد عمة أمال؟ She has a university degree, لأن هي عندها شهادة جامعية. لا طبعا. Her children have left home, هل هي معجبة بيها عشان ولادها سابوا البيت وكبروا ومشوا؟ She's learning to read, بدأت تتعلم تقرا, ولا she's studying for a degree, بدأت تدرس عشان تاخد شهادة اللي هي في الحقوق. طبعا إجابتنا دي. What was Priscilla's hope to achieve? نفسها إيه Priscilla تحقق, as well as learning at school, وبالإضافة لأن هي تتعلم في المدرسة. She wants a new job, هل نفسها في وظيفة تانية بعد سن 90 سنة؟ She wants pupils to inspire her, كانت عايزة الطلبة هم اللي يلهموها. She wants to inspire children to learn, كانت هي نفسها تلهم الطلبة, يديهم الأمل. طبعا دي الإجابة الصحيحة. She wants to write a book, كانت نفسها تكتب كتاب. طبعا ما كان ما تقالش. Why do you think Priscilla didn't go to primary school when she was a child? في رأيك ليه ما راحتش المدرسة الابتدائي لما كانت طفلة؟ There weren't any primary schools, ما كانش في مدرسة ابتدائي في الوقت ده, أكيد طبعا غلط. Her family couldn't pay for her education, لأنما قالوا إن هي ما كانتش قادرة إن هي تذهب للمدرسة, يبقى أكيد كانت بفلوس. She didn't want to learn, ما كانتش عايزة تتعلم, طبعا غلط. She started working as a nurse, طبعا إجابتنا B. What is the main idea, إيه الفكرة الأساسية هنا في القطعة دي؟ It's never too late to learn, يعني العمر ممكن الواحد يتعلم في أي سن. ولا all people must go to school, لازم يروح المدرسة إجباري. ولا all people should go to school, يجب يروحوا. ولا nurses can get different jobs, إجابتنا A. Number 5, what do the underlined words anyone else refer to? Any other people, لما صاحبتها بتقول لها تعرف أي حد تاني ممكن, فطبعا anyone else معناها any other people. What do you think the word remarkable, قالوا ان هي ست رائعة, معناها ايه؟ very old, very clever, ذكية جدا, very kind, ولا unusual, يعني هيش عادية, ست in a way, بطريقة that's surprising, مدهشة. طبعا
اكيد واحد 91 سنه ولسه بتروح تدرس في ابتدائي. Why did Azza tell Amal about Priscilla? ليه عزة حكيت لها عن Priscilla؟ Because she was giving her an example, بتديها مثل of some people who studied when they were older. لما بدأوا يدرسوا هم كبار في السن وعواجيز. Okay. What does Priscilla Cetini study at school? بدأت تدرس ايه في المدرسة؟ طبعا هم قالوا ان هي درست she studied math, English and BE, physical education. Do you think that Priscilla will be able to use the skills she learned at school? طبعا ده سؤال مفتوح ممكن تجاوبه بيس ونو بس تجيب لي سبب. يبقى هل تعتقد ان برسيلا سوف تكون قادرة ان هي تمارس المهارات بتاعتها اللي اتعلمها في المدرسة؟ انا قلت هنا نو. No, I don't think so. ليه بقى؟ قلت because she will use she I don't think she will use them as she's too old and كبيرة جدا في السن and she might die before using them. ربما تموت قبل حتى ما تستخدمه. Do you agree? هل أنت موافق with Priscilla's decision على القرار اللي اتخذته Priscilla إن هي تروح تتعلم وكده؟ فطبعا احنا استشهدنا بالمثال اللي هو قاله اللي هي it's never too late أو too old to learn. I agree with her decision. ماشي موافق على الكلام اللي هي وقالته. ندخل بعد كده على القصة ونمسك بيقول لي what did Rassendyll think helped people to forgive his mistakes in Streltsow. طبعا الناس في Streltsow سواء الفقراء او الاغنياء كانوا عارفين ان الملك عايش معظم حياته بره وما بيهتمش بالفقراء. لذلك لما بدأ يشاور لهم وخلى الناس الحرس يمشي وراه وهو مش قدامهم يعني يحاول يكسب ثقتهم. لذلك what did Rassendyll think helped people to forgive اللي خلى وهو حاول يعمله عشان يسامحوا أخطاءه اللي هو عملها قبل كده. He was growing in popularity انه بدأت الناس تحبه وبدأ يبقى مشهور ولا he was good at pretending كان شاطر جدا في التظاهر. He forgot all the rules نسي كل القوانين ولا they knew that he was not the king عرف انه مش الملك. طبعا he was growing in popularity. Why were three of the six men at the castle of Rinda? ليه ثلاثة كانوا في Streltsow ثلاثة في castle of Rinda؟ طبعا الإجابة الصحيحة بدون تفكير they were guarding the king ودي اللي ثابت قال أكيد كده الملك موجود في ذنة. ولا they were looking for the duke بيبحثوا عن الديوك هو الديوك موجود أساسا. They were looking for Rassendyll طبعا لا they were repairing بيصلحوا the drawbridge الجسر المتحرك. Antoine de Maupin was no longer staying with Michael ما عادتش قاعدة مع مايكل as his guest كضيفة because They had had a big argument. بدأوا تخنقوا وحصل مشادة في الكلام بينهم وبين بعض لذلك حبسها عنده. What did Rassendyll use to escape from the summer house? ماذا Rassendyll استخدم عشان يهرب من البيت الصيفي بعد ما أنطوان دي موبان بعتت له رسالة وراح يقابلها والحرس جم استخدم الميتال تيبل الطاولة المعدنية دفع بها الناس وهرب باستخدام السلم. Do you think that Seth is worried? تعتقد ان Seth كان الآن that Rassendyll is king يكون Rassendyll اصبح ملك؟ طبعا الإجابة اكيد لا من هو اللي قال له اساسا. No I don't think so. لا اعتقد كده. Because Rassendyll is a man of his word. يعني رجل عند كلمته. Trustworthy عنده قد كلمته ما بيخالفهاش ويمكن الثقة فيه and could be trusted. Okay. يمكن أن نثق فيه. What do you think might have happened? تعتقد ماذا كان ممكن يحصل if Antoinette had plotted against Rassendyll لو هي تآمرت على Rassendyll بأنطوانيت موبان؟ إذا كان كده يبقى في الحالة دي if she had plotted against Rassendyll she would not have told him ما كانتش قالت له to find the ladder in a piece so he wouldn't have been able to get out of the garden والا في الحاله دي ما كانش قدر يفط من فوق السور ويهرب. This would have been dangerous في الحاله دي كان هيبقى شيء خطر. She also wouldn't have told him about the king ما كانش حكيت له عن الملك وان الملك محبوس في اوضه والاوضه في ناس حرس عليها والكلام ده.
Why do you think that Sept stopped Rassendyll telling Princess Flavia who he really was؟ طبعا Sept تفتكروا انه وقف Rassendyll من انه يحكي الحكاية لبرنسيس فليفيا، تتوقعوا ليه؟ I think Sept stopped Rassendyll because Sept's plan، لان الخطة اللي Sept عملها is working، كانت ماشية حلوة قوي. Sept doesn't want anyone to know، ما كانش عايز حد تاني يعرف الخطة. Or it might stop working، وإلا ممكن تفشل الخطة بتاعتهم في إنقاذ الملك. Finish the following dialogue. Sammy meets an English tourist by a river. قابل واحد جنب النهر. Excuse me. I advise you not to drink that water from that river. فطبعا بيقوله ما تشربش المياه من النهر. فطبعا الراجل السائح بيقوله إيه؟ Don't worry. I won't drink it. ما تقلقش أنا مش هشربها. I know that the water isn't very clean. هيش نظيفة قوي. رح سامي سأل سؤال، فقال له I am from England. أكيد هيسأله إيه جنسيته؟ Where are you from؟ أو what's your nationality؟ Where are you from؟ أو what's your nationality؟ I am from England. I've just spent a week walking across the desert. أنا ماشي مشيت أسبوع بحاله في الصحراء. فطبعا سامي هيروح قايل له على طول that's amazing أو that's wonderful. أو it's great. Wasn't it dangerous؟ ألم يكن هذا خطيرا؟ فطبعا التورس قال له no. I studied how to live in the desert before I came here. تعلمت ودرست ازاي اعيش في الصحراء. فسامي سأله سؤال، قال له skills such as that using the sun to find your way. يبقى طبعا هيقول له ايه؟ Which skills did you learn؟ ايه بقى المهارات اللي انت تعلمتها؟ أو what skills did you learn؟ راح جاي بعد كده سأل سؤال، قال له I've just got or got lots of hobbies and interests. يبقى قال له what are your hobbies and interests؟ What are your hobbies and interests؟ ايه اهتماماتك وهواياتك؟ بعد كده number 6 قال له حاجة، قال له no I'm not joking، انا ما بضحكش عليك. You can watch me surfing on my phone. فطبعا بيقول له ايه؟ You must be joking، اكيد انت بتهزر. زي ما احنا عارفين ايميل حضراتكم بتعملوه، وندخل مع بعض على الترجمة. Unfortunately لسوء الحظ the factory closed، المصنع اغلق. فان المصنع قد اغلق and the workers، واصبح العمال were made redundant، واصبح العمال بلا عمل. لسوء الحظ فان المصنع قد اغلق واصبح العمال بلا عمل. The Industrial Revolution اللي هي الثورة الصناعية started in England، بدأت في إنجلترا in towards the end في حوالي نهاية القرن الـ18. يبقى إن الثورة الصناعية بدأت في إنجلترا في نهاية القرن الـ18. هل سبق أن أرسلت سيرتك الذاتية للشركة أجنبية؟ دي سهلة جدا. يبقى إن have you ever sent your CV to a foreign company before؟ Have you ever sent your CV to a foreign company before؟ بعد كده أخبرني علاء أنه دائما ما كان عاملا مجتهدا وذلك هو مؤهل لهذه الوظيفة. مؤهل، نشوف هنا نقول إيه. علاء told me that he has always been a hard worker therefore and that is why، ولهذا السبب he is qualified for this job. علاء told me that he has always been a hard worker therefore and that's why he is qualified for this job. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى لقاء آخر إن شاء الله. باي باي.